مرحبا، اليوم اضطرينا نغير مكان العيادة، رحنا على مدينة فيغيراس لنشرح لكم عن جهاز المايكروبيرمتري واستخداماته. إذا مثل ما أنتم شايفين الجهاز مقسم لقسمين، قسم بيكون للفحص وقسم بيكون للمريض. في عندي شاشة بتحكم فيها من ناحية الفوكسينج، من ناحية شو الاستراتيجي المعينة اللي أنا بدي أختارها ونوع الفحص، كونه أنا عندي الفاست والإكسبرت. وفي عندي الشغلة الثانية البولسر اللي بضلوا يكبس عليه المريض كل ما يشوف الإضاءة أو كل ما يشوف الستيمولس يقبله. وقبل ما أنسى بحب أوجه شكر خاص لعمي ودكتوري العزيز أحمد الزبن اللي فلت لي عيادته اليوم لحتى أتمكن من تصوير هذا الفيديو. موضوع اليوم عن جهاز المايكروبيرمتري فندس ريليتد مايكروبيرمتري. النوع المتوفر عندنا هو المايا انتجريتد فروم توبكون جابان، بيمكنني من قياس الريتينال سنسيتيفيتي اوفر ذا 37 بوينتس اوفر ذا ماكولا بقطر مقداره 20 درجه. من اهم استخدامات هذا الجهاز انه بقدر احدد بشكل دقيق الاسكوتوما بغض النظر لو كان المريض بيعاني من كاتاراكت او اي عتامه في العين. الشغله الثانيه انه بيمكنني اعمل فيجوال ريابليتيشنز لاحدد النقطه البديله للطخه الصفراء او للماكولا اللي هي بريفيرد ريتينال لوكس، فانا بحدد له ستوميلاس، بصير اعلمه وادربه على جلسات متكرره كيف يستخدم يتغلب على الاسكوتوما المركزيه ويستخدم البريفيرال فيجن. ضروري اتذكر انه اذا انا متوفر عندي جهاز الاو سي تي قبل ما اخذ صوره الاو سي تي بفضل اني اعمل المايكروبيرمتري، لانه الفلاش تبع الاو سي تي وقوته بياثر لي على الريتينال سنسيتيفيتي. وجدوا انه كل الدراسات التي اجريت قبل حول هذا الموضوع كان عندهم خلل باختيار دائما نفس العين في بداية الفحص. فإذا كان أنا عند المريض وبلشت بفحص عين اليمين لكل قائمة المرضى اللي عندي، فأنا راح يكون عندي الريتينال سنسيتيفيتي أعلى للعين اليسار، كونه صار عندها أدابتيشن للداركنس. لهيك دائما ينصح إنه يكون اختياري للعين يمين أو يسار بعمل هذا الفحص بشكل عشوائي. كمان حسب اخر الدراسات التركية التي اجروها لتحليل سبب الريتينال سنسيتيفيتي العالي بالعين اليسار، وجدوا انه الشريان توزيعه من القلب للعين بيطلع بالاول على العين اليسار وبعديها بيتفرع للعين اليمين. هذا كمان بيأثر لي على سماكة الكورويد، وكله بالمحصلة رح يأثر لي على الريتينال سنسيتيفيتي حسب النظرية اللي شرحنا عنها مسبقا واللي توصلت لها برسالة الدكتوراه. وبرجع أذكرك خليك صاحب قرار ولا تحتك المعلومة. وشكرا. الخطوة الأولى عندي رح تكون أني أنشأ ملف خاص باسم المريض، أدخل بياناته اسمه وعمره لقاعدة البيانات اللي بالجهاز عشان أبلش الفحص. بعديها رح أختار واحد من الاثنين من أنواع الاستراتيجيز الموجودة بهذا الجهاز. موجود عندي الإكسبرت أو الفاست. إذا كانت أنا عندي زيارة أولى وبدي أحدد بشكل عام إذا عندي سكوتوما تتطلب إني أعمل فحص أضخ بعديها، فبختار الفيرست إكزام اللي بياخد وقت من دقيقتين لثلاث دقائق بالعادة لكل عين. إذا أنا شفت عندي بهاي العين سكوتوما فرح أروح أختار الاستراتيجي تبعت الإكسبرت إكزام اللي رح تتطلب مني خمس دقائق لكل عين. بالحالتين رح يكون عندي الديوريشن تبعت الستيمولس 200 جزء من الثانية. بعد ما أنا أعطي الأمر للجهاز ببدأ عملية الفحص وأكون شارح للمريض مبدأ الفحص، ببلش الاختبار. بضلني أتابع الفوكسينج مود، بحرك الأزرار الخاصة بمتابعة حركة العين اللي بتخليني أتجنب أي خطأ ممكن يحصل لي بالفكسيشن. بعديها رح تطلع لي خريطة، بهاي الخريطة أنا كمان ممكن أتحكم بالفكسيشن تارجت. كمان في عندي أوبشن إنه أعمل جريدز لكل الشبكية فبتصير مشابهة للجريد تبعت الأنسلر. كمان بقدر أشوف اللي بريفيرد ريتينال لوكاي، نوع الستيمولاس والفكسيشن باترنز. بعمل إكسبورت للريزلت فبحصل على أرشيف بامتداد PDF. نوع المايكروبيرميتر المايا المتوفر عندي هي اختصار لكلمة Macular Integrity Assessment، راح يكون أداؤه Under Mesopec Conditions، يعني ما راح أكون محتاج لأي عملية لتوسيع البوبو. إذا اخترت
نوع الاكسبرت اكزام راح يعمل لي الاكزامينيشن اوفر ذا سنترال 10 ديجريز اوف ديامتر اوف ذا ماكولا. خلينا نرجع نتذكر انه كل 1 ديجري راح يساوي لي ل 300 مايكرونز، يعني ال 10 ديجريز عباره عن 3000 مايكرونز which covers the whole macula. خلينا نيجي نشوف الكلر كودد سكيل. راح يكون عندي انا الجرين عباره عن نورمال، اليلو سسبكت، والريد بعرف انه abnormal. اذا كان عندي green color فبعرف انه retinal sensitivity كانت مساوية او اكثر من 27 decibels، يعني 27 decibels correspond ل 90% من النورمال values. اما اذا حصلت عليها باللون الاصفر فبعرف انه راح يكون عندي الوضع مشكوك فيه، لانه retinal sensitivity راح تبين لي في عندي reduction وراح تكون الـ intensity تبعت الـ stimulus ما بين 27 ل 26 decibels. اما اذا كان عندي red abnormal فمعناته راح يكون عندي inability بهذا المريض to detect any stimuli of 26 decibels. هون زي ما انتم شايفين في عندي الـ fixation stability index، فاما بيكون عبارة عن stable او relatively unstable او unstable. اذا حصلت على stable فهذا بيعني انه اكثر من 75% تم انتشار الفيكسيشن بوينتس within the inner circle. زي ما انتم شايفين انا في عندي 2 فيكسيشن سيركل، الفيكسيشن رينجز اوف 2 ديجريز دايامتر، وفي عندي الفيكسيشن رينجز الدايامتر تاعه 4 درجات. اذا كان عندي ريليتيفلي انستابل فراح يكون عندي اكثر من 75% من الفيكسيشن بوينتس تم انتشارها داخل الدائرة الخارجية اللي هي الفيكسيشن رينجز اوف 4 ديجري ان ديامتر، وبنفس الوقت اقل من 75% من الفيكسيشن بوينت اللي عندي اياها تم انتشارها داخل الانر سيركل اللي هي الفيكسيشن رينج القطر تاعها عبارة عن درجتين. اما اذا كان عندي انستابل فبعرف انه 75% من الفيكسيشن بوينت تم انتشارها داخل الدائرة الخارجية. إذا شفت عندي على سبيل المثال أعطاني الـ P1 عبارة عن 98% والـ P2 عبارة عن 100%، فبعرف إنه الـ P1 قصد لي فيها تم المحافظة على الفيكسيشن خلال عملية هذا الفحص on the central 1 degree خلال 98% من الوقت المستغرق في عمل هذا الفحص. ما راح أتوسع بمواضيع الفيزياء بخصوص الحسابات الناشئة عن الفيكسيشن بلوت. في عندي الـ Macular Integrity Index راح يكون عندي عبارة عن green للnormal intensity والأصفر within 2 standard deviations of normality والنوع الأحمر within 3 standard deviations of normality. خليني انتبه انه انا عندي red circle عبارة عن الفيكسيشن بوينت اللي المريض لازم يطلع عليها خلال هذا الفحص. راح اشوف عندي 3 حلقات، كل حلقة بتمثل لي 12 نقطة بمجموع 36 نقطة للثلاث حلقات، وفي عندي نقطة مركزية. الريتينال سنسيتيفيتي بالحلقة الأولى راح تمثل لي الأفرج للسنسيتيفيتي at 1 degree، أما بالحلقة الثانية راح تمثل لي الريتينال سنسيتيفيتي at 3 degrees، وبالحلقة الثالثة at 5 degrees. ركزوا معي إنه الجرين دوت على مركز العصب البصري راح يمثل لي النقطة العمياء أو البلايند سبوت. فزي ما أنتوا شايفين في عندي الفيكسيشن بلوت سنسيتيفيتي ماب، في عندي الفندس والريتينال سنسيتيفيتي ماب. زي ما انتم عارفين عشان انا اعمل ايفالويشن للفانكشنال فيجن بالعاده بتم استخدام الفيجوال اكيوتي او الامسلر جريد او الكونتراست سنسيتيفيتي، ومن ادق الفحوصات المستخدمه لقياس الفانكشنال فيجن هو المايكروبيرمتري. ليش؟ لانه انا رح يعطيني تفاصيل ادق عن المورفولوجيكال تشينجز اللي حاصل عندي بسبب امراض معينه بتاثر لي على الشبكيه. زي ما احنا شايفين هون عندي النقاط السوداء بتمثل لي الاسكوتوما الموجودة عندي بالفندس. وبرجع اذكركم انه البحث اللي اجريناه حول هذا الموضوع مع فريق الطبي هو البحث الاول والوحيد حاليا عن هذا الموضوع.